تقول: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟ نعم، ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. فالعمرة في رمضان تعدل الحجة كما جاء به الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة، بحيث لو حج، لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدي فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لازم من معاملة من معادلة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه. فهذه سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه. فلو أن أحدا في صلاته كرر سورة الإخلاص 3 مرات لم يكفيه ذلك عن قراءة الفاتحة. وهذا قول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، يكون كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزي عنه، لم تجزيه عنها. وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه.